الكرة تحولت من مناف أبو شقير، يلعب كرة للأمام ولكنها تبعد بشكل ممتاز من الحارس مصعب بلحوز. الله، الأخضر السعودي في أول أهدافه في بطولة آسيا يسجل التعادل تيسير الجاسم. رجع المونديالي، رجعوا كبار آسيا، رجعوا أسياد آسيا. تيسير الجاسم، تيسير الجاسم، الجاسم الحاسم في كرة خالطت حارس المرمى مصعب بلحوز. تيسير الجاسم هو من يعود السعودية التعادل. البديل الأول لباسيرو بخروج أحمد عطيف ودخول تيسير الجاسم، وهنا دخوله في منطقة جزاء سوريا ورأسية تيسير الجاسم من بين الأقدام. يا مصعب يا بلحوز، وهدف التعادل للمنتخب السعودي في هذه اللحظات. ركنية مناف، إبعاد مصعب، رأسية